مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء الرمضاني الجديد. نتمنى أن تكونوا بخير وأنه تكون مشاهدتكم لبرنامجنا اليوم فيه كل المتعة والفائدة. اليوم بنرحب بالضيفة سمرة سعيد، أهلا وسهلا بك. سمرة عملت في المجال الخيري والتطوعي، وأيضا نرحب بمحمد القداح رئيس مجموعة صناع الحياة الخيرية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني في البداية كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم. وأنت طيبة، الله يخليك. أهلا وسهلا. أول شيء ببدأ مع محمد، يعني أكيد عندكم نشاطات في شهر رمضان أو برامج معينة للشباب، شو بتحكي لنا عنها؟ والله هو شهر رمضان يعتبر من الشهور اللي بتخلي المجموعة كلها فيها كده حماس، خاصة ان احنا في الغرب رمضان بيختلف عن رمضان في البلاد العربية، بتحسي ان احنا برضو مش بنفس العدد الكبير، فبنحاول ان احنا نجمع بعضنا، بنحاول ان احنا دايما معظم المشاريع بتاعتنا يا اما بتبتدي في رمضان يا اما بنخلص المشاريع الكبيرة برضو في رمضان، فيعتبر من الشهور مهمة يكون جدا في جدا حماس اكثر عند جدا الشباب جدا، خاصة الناس بتبتدي انها تكلم بعضها ويحصل كوميونيكيشن او اتصال بشكل اقوى بكتير قوي غير رمضان. يعني المشكلة بقى بعد رمضان، بقى الناس بقى بتبتدي تنام، هو ده بيبقى اكتر فترة بنبقى شايلين همها. يعني نعم، هلا طريقة الاتصال والتواصل بين الشباب يعني كيف بتكون وكيف بتتم؟ والله هو دلوقتي الحمد لله فيه عن طريق الايميلز، عن طريق الويب سايتس، عن طريق مكالمات التليفون. طبعا هنا بنبقى كلنا مشغولين الفتره بتاعه الصبح، الوركينج اورز نعم. يعني، لكن بعد كده طبعا اصعب حاجه في العمل الخيري هي الوقت يعني، فاول ما بنحاول ان احنا نلاقي وقت بيبقى طبعا في اتصال بشكل خاصة اللي بيشتغلوا بالعمل الخيري هو عمل تطوعي، فهو إضافة لعمل طول النهار، يعني بيكون الواحد أصلا هو مشتغل عنده شغل بوظيفة أخرى، والعمل التطوعي يحتاج أيضا إلى ساعات أيضا ووقت آخر. يمكن زي ما حضرتك بتقولي، هي الاستمرارية بتبقى أصعب حاجة، لأن اللي بيقدر ينظم وقته ما بين عمله الخاص أو شغله الخاص والعمل الخيري ده اللي بيقدر يستمر في العمل الخيري. اللي بيبقى عليه صعب الموضوع ده بيشتغل شوية صغيرين وبعدين بيسيب وبعدين يرجع في رمضان بقى اللي بعديه بقى، نعم، فبيبقى هي أكيد مهنة صعبة وجهد كبير، ولكن دائما يعني الله بجازي كل خير، يعني كل إنسان يعمل من أجل خدمة الآخرين خاصة في هذا الشهر الكريم. سمرة، أنت أيضا عملتي في المجال الخيري، حدثيني عن طبيعة العمل وفي رمضان، يعني ليش في رمضان عن بقية أشهر السنة يكثر العمل بالنسبة للتطوع؟ وأول شيء لأنه الناس بتحب، يعني عندها فهم خاص إنه الصدقات أو الزكاة إنه شهر العطاء، شهر العطاء ولازم يدفع فيه، خاصة الزكاة يعني لازم يدفع في شهر رمضان، مع إنه سنوي يعني you can throw out the whole year. بس يعني من خبرتي في إنتربال عملت معهم 4 سنوات، شهر رمضان يعني أحلى شهر عندي في العمل، يعني ليش؟ مكثف لأنه تحس فيه أجر كتير، يعني غير إنه عملك صح وظيفتك تاخذ فيها مرتب، لكن أجر كتير عظيم. كنا بنروح على الشغل مثلاً 8 صباحاً ونفطر في الشغل وبنصلي التراويح في الشغل وبنعمل مرات يعني لايف أبيل، تبرعات على الهواء عبر قناة الحوار أو الإسلام شانل، فكتير حلو يعني تفطر مع أخوات وإخوة أخوات من جميع الباك جراوند والناشوناليتيز، ف كتير كتير حلو. يعني كونكم شباب عرب موجودين هون في بريطانيا، يعني شو اللي بينقص الشاب العربي حتى يلتحق بمؤسسات أو جمعيات تعنى بشأن الشباب؟ يعني الكثير من الشباب لا ينضم إلى مثل هذه المؤسسات اللي هي لها طابع خيري، يعني تخدم المجتمعات، تخدم الإسلام بالدرجة الأولى. شو السبب برأيك؟ أنا أعتقد المشكلة الأهم إنهم يعرفوا أساساً إيه الجمعيات الخيرية الموجودة. أول لما بيعرفوا إيه هي الجمعيات الخيرية الموجودة وأهدافها وطريقة عملها بيبقى سهل، بحس فعلاً الشباب بيبقى عنده الدافع، ويبقى خاصة إن هو بيبقى بعيد عن بلده وحاسس بالضغوط اللي بيواجهها الإسلام يمكن في الغرب، فبيبقى حابب إن هو يشارك. أو يمكن شهر رمضان مش مجرد بس الصدقة أو التشاريتي اللي هي المادية، لكن بيبقوا بل الواحد عايز يطلع تشاريتي من وقته، تشاريتي من مجهوده، من السكيلز بتاعته، من الاكسبيرينسز بتاعته، الخبرات بتاعته، فبس مجرد ان هو عايز يعرف المكان اللي يقدر يطلع فيه المجهود ده.
ويعرف فكر المكان لان هنا برضو قناعة. القناعه بالظبط، لان هنا يمكن في الغرب it's very competitive او فيها منافسه شديده جدا، صحيح. لان في جمعيات خيريه كتير جدا سواء على المستوى العربي او غير العربي، فيمكن تحديد الاهداف ومعرفته بالجمعيه الخيريه او نعم. طبيعه المشروعات اللي بيشارك فيها. أنتم كمجموعة صناع الحياة اهتميتوا كثير بشأن توضيح وتحسين صورة الإسلام لدى الغربيين، خاصة يعني هذه النظرة المشوهة المأخوذة عن الإسلام من خلال شهر رمضان المبارك. يعني هل تعتقدون أنه وقت مناسب لنشر هذه الدعوة بين الناس حتى لغير المسلمين؟ ممتاز، لان احنا هنا يمكن في الغرب شهر رمضان بالذات بيبقى دلوقتي ما بقاش شهر غريب، يعني يمكن هتكلمي مع الراجل الانجليزي بيبقى عارف اليومين دول اتس رمضان تايم، وحتى بيبقوا عارفين الصيام بتاعنا والعبادات بتاعتنا، فبيبقوا حابين يعرفوا اكتر. فيمكن انا بقول دور الجمعيات الخيريه يعتبر ان هو بيديمونستريت او ان هو بيؤكد او بيطبق الخطاب الدعوي المعتدل اللي بيوري حقيقة الإسلام اللي أصلاً هو ضد الإرهاب يعني. بالظبط، ضد الإرهاب، وبيدعو للبوزيتيف انتجريشن أو الاندماج الإيجابي والتعامل مع الآخر والاعتراف به. فيمكن احنا دورنا ان احنا بنطبق ده الجانب التطبيقي، يعني احنا مشاريعنا كلها بتبقى عن ضد البطالة والبيئة والصحة، كلها مواضيع بتهم الشارع الإنجليزي وبتهم المقيمين سواء المسلمين أو غير المسلمين في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها. يعني نشاطات جميلة تحدثت عنها، ولكن ما مدى تأثر الغربيين بها؟ يعني هل تحركتم بالنسبة للإعلام يعني، وهو الطريق الأسرع للوصول إلى الناس يعني، الإعلام بأنواعه المختلفة؟ احنا في الفترة اللي فاتت كنا طلعنا حاجة اسمها الجرين بوكلت او كتيب عن البيئه، يمكن الكتيب ده كان ليه صدى ممتاز البيئة جدا، والإسلام. مش عن البيئه والاسلام بشكل دعوي، لكن احنا بنشجع المجتمعات المسلمه اللي عايشه في الغرب انها تبقى تحافظ تعمل بالذات مساله الريسايكلينج او اعاده استخدام الفضلات. هذا الموضوع حنحتاجه كتير يعني، ونحن برمضان هلا انت بتعرف. طبعا طبعا، احنا للاسف الشديد احنا كمجتمعات استهلاكيه. نعم. المجتمع المسلم في الغرب مجتمعات استهلاكيه جامد جدا، ف نعم. خاصه هذا الشهر فعلا كبير. فبيبقى عليهم دور كبير جدا في موضوع الريسايكلينج. فاحنا كنا اخرجنا كتيب صغير بيدل من خلال الاحاديث النبويه ومن خلال القران عن اهميه البيئه في حياه الانسان المسلم، وقد ايه مثلا النبي عليه الصلاه والسلام مثلا كان بيامر الصحابه لا تسرفوا ولا وان كنت على نهر جار، الحفاظ على الموارد والحفاظ على المياه المياه نحن فيها والمياه ازمه مياه الان. فاحنا كنا تطرقنا لاكثر موضوع في البيئه، وكان الحمد لله كان ليه صدى كويس جدا بالذات من الكونسلز، لان الكونسلز بتعني بانها تحاول انها توفر في المصاريف وتحاول انها تعمل نوع من انواع الاويرنس او زياده الوعي عند بالذات المجتمع المسلم اللي هيكون اكيد ليه الخطاب لما ندلل من القران والسنه بيكون ليه حافز كبير جدا لهذا المجتمع. يعني على الاقل افهم من كلامك بما اننا مسلمين يجب ان نطبق تعاليم ديننا بالضبط قبل ان نطلب من الاخرين يعني بالزبط. ان يتمسكوا في ذلك. يعني سمرة، يعني كيف بالإمكان أنه نشجع الفتيات يعني العربيات في هذا البلد؟ أنت يعني من خلال تجربتك وربما من الصديقات أو الزميلات أو الفتاة العربية بشكل عام الموجودة في بلاد المهجر، كيف ممكن أنه نشجعها حول يعني الاهتمام بقضية التطوع والخدمة الإنسانية؟ هل لك بعض النصائح ممكن أن تعطيها للفتاة المسلمة؟ التواصل أهم شيء، تواصل معرفة مثلا الجمعيات الخيرية الموجودة في المنطقة التي تقيم بها هذه الأخت أو عبر المساجد. بس يعني نقطة أقولها أنه أكثر المتطوعين بشكل عام هن نساء أو أخوات بصراحة، يعني دائما يكون هناك في نقص في الأخوة، يعني مع احترام الشديد طبعا للأخوة، فلسه هو مازال هناك خير، بس خاصة الأخوات والإخوة في الجامعات ومن خلال الجمعيات الإسلامية النشيطة في الجامعات. يعني مثلا أذكر في الانتربان عندما عملنا مشروع اسمه Orphan Challenge،
كان المقيمين على المشروع ككل هم كانوا متطوعين وتطوعات من طلبة وطالبات في جامعة كوين ماري وإمبيريال وكينغز كوليج، فخاصة في شهر رمضان يعني عملوا كفلوا 100 طفل يتيم في غزة. فيعني هذا الشهر يعني يحث على ذلك، وكل الطلاب يعني who took the challenge أعطوا يعني حثوا الآخرين على الـ على الـ على الاشتراك أيضا. جميل. يعني أيضا أخ محمد، يعني ربما رسالتك للشباب لمن يرغب مثلا في المشاركة في العمل التطوعي تحديدا في شهر رمضان الكريم، يعني ذكرت قبل قليل أنه هو ليس فقط العمل التطوعي، هناك أمور أخرى يجب أن نعمل نقوم بها، خاصة بخصوص الشباب المهاجر الذي يعيش في الغرب. يعني في البلاد العربية مفهوم يعني الدول الإسلامية يعني لا يحتاج الشاب، وضعه مختلف عن الشاب في الدول الغربية. أرجو أن تحدثنا أكثر، ربما تعطي بعض النصائح، ما الذي يجب فعله أنت من خلال تجربتك، من خلال الشباب اللي بتعرفهم، ماذا ينقص الشباب المسلم اليوم في الغرب؟ يمكن زي ما حضرتك بتقولي في اختلاف كبير جدا بين الشباب المسلم في الغرب والقضايا بتاعته والشباب المسلم في دولنا العربية. يمكن الشباب المسلم في الغرب عليه دور كبير جدا، وهو زي ما حضرتك كنت بتقولي من شوية تحسين صورة الإسلام، خاصة في ظل الفهم الخاطئ عن الإسلام والمسلمين والصورة اللي بتقدمها بعض الجماعات أو الأفكار عن الإسلام. يمكن النصيحة الأولانية اللي بحاول أن أنا أوجهها للشباب كله، يحاول يبقى فيه تواصل ويحاول يبقى فيه اتصال ويحاول keep the contact، أو يبقى فيه دايما يحاول يبحث عن المجموعات الخيرية، يحاول أن هو يبقى فيه اتصال معاها. مش معنى ان مفيش مثلا مشروعات بتبقى موجوده في وقت معين ان هو يعني يفقد الامل، لان زي ما حضرتك بتقولي بالظبط كده. فدايما ودايما برضو الانترنت ممكن وسائل كويسه جدا، معظم الجمعيات الخيريه بيبقى ليها سايتات على الانترنت، يمكن احنا برضو عندنا سايت على الانترنت يقدروا يخشوا عليه، وبنعمل ابديت للمشاريع الموجوده اول باول اللي احنا بنعملها، فيمكن هو التواصل اهم شيء. يعني طبيعة المشاريع التي تناسب شهر رمضان ما هي؟ والله احنا يمكن بنبقى لينا سكوب معين ولينا فيجن معين، بنحاول نعمل المشاريع اللي هي بتبقى مناسبة للمجتمع ككل اللي احنا عايشين فيه. اكيد طبعا بيبقى في تركيز نوعا ما على المجتمع الاسلامي والعربي، لكن غالبا بيبقى في شهر رمضان الناس بتحب انها تشارك، ف يمكن الـ 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 الاشياء اللي هي بيبقى فيها مردود مادي، يعني زي جمع التبرعات او الاهتمام بفئه معينه زي الاطفال او الاورفنز او الايتام، فده ممكن بتكون بالذات المجتمع المسلم بتحس ان هو فيه يعني نعم. يعني مثل ما بتعرف اخ محمد وايضا سمرة، يعني مجتمعاتنا العربية مليئة بالمشاكل، يعني خاصة الظروف الاقتصادية لكثير من المجتمعات العربية، الفقر، ما يحدث في غزة، في فلسطين عموما، دائما هناك حملات للتبرعات تذهب لصالح المحتاجين، اليتامى، يعني كل هذه الأمور مثل ما ذكرنا في البداية أنه تتركز ويتركز العمل على أساسها في شهر رمضان الكريم. لماذا لا يكون شهر رمضان الكريم انطلاقة بحيث تكون كل أشهر السنة هي فرصة للتبرع وجمع الأموال، لأنه شهر واحد لا يكفي ربما لسد حاجة المحتاجين؟ أعتقد أن ده بالنسبة للغرب، في الغرب أسهل بكتير نتيجة سهولة استخدام الديبت كاردز والفيزا كاردز وكده، وممكن تبرعات من خلال ويب سايتس كمان من خلال الانترنت، فبيسهل جمع التبرعات عن في بلادنا العربية اللي دايما بيبقى لازم التبرع المباشر او بطريقة مباشرة. فيمكن ياريت طبعا احنا بنحاول على الويب سايت ان احنا تلونش او ان احنا نعرض الخدمة دي، التبرع عن طريق الانترنت واونلاين. لكن برضو زي ما حضرتك بتقولي المفروض السنة كلها تبقى رمضان من ناحية المشاريع الخيرية وأنواع المشاريع الخيرية. يعني دايما أنا بقول إحنا ما نحاولش إن إحنا نختص شهر رمضان بمشاريع معينة زي ما بعض التشاريتيز بتركز، لكن إحنا بنحاول إن إحنا لو في مشكلة، يعني يمكن مشكلة الصحة يمكن في رمضان، أنا كنت بعض المجموعات الخيرية غير صناع الحياة
قدرت انها تطلع كتيب ازاي الصائم يهتم بصحته وايه الامراض جميل اللي بتاثر فيه وازاي ياخد حذره وايه من أنواع من المأكولات. انواع المأكولات. يمكن دي من الحاجات اللي لما الغرب بيبص لها بيشعر ان احنا كمسلمين بنهتم بمواضيع الصحة، وده يمكن تطبيق ايجابي للمفاهيم اللي احنا بنعرضها. طبعا ايضا سمرة، بما انك تعملين نوعا ما بالحقل الصحي لنقل، لديك معلومات كبيرة. يعني بالنسبة للسنوات الماضية وكل سنة تقريبا هناك كتيب كما ذكر الأخ محمد، هناك معلومات من وزارة الصحة أيضا البريطانية للصائمين في رمضان ومسألة الحفاظ على الصحة، وكيف أنه الصيام بحد ذاته هو صحة للبدن وللإنسان صحيح. وللمصابين بأمراض عديدة. يعني هذه المعلومات بالفعل مهمة جدا للمسلمين في هذه البلاد. يعني من خلال معرفتك، يا ريت تحكي لنا أكثر يعني عن هذا الموضوع، شو سبب هذا الاهتمام؟ هل لأنه ازدادت نسبة المسلمين في هذه البلاد أم أصبحوا جزء من هذه المجتمعات الآن؟ أولا أصبحوا جزء من هذا، يعني حتى يعني أنا أعمل في جمعية إنجليزية، ومن هلا يعني سابقا يعني قبل رمضان يعني يعني عارفين إن رمضان جاي they're just excited as much as I am. يعني هناك أظن حصل بالفعل توعية للمجتمع الغربي وخاصة الإدارات المديرين بشكل عام، عارفين يعني عندما يعني يوظفون شخص مسلم ما يعني ما هي الخدمات التي يجب أن يوفرونها غير غرفة للصلاة أو غير انهم يعني في اوقات الفطور اوقات الفطور والحمد لله هي السنه اوقات الفطور بيكون واحد رجع من الدوام يعني مش هيك ساعات بالفعل بالفعل الصيام طويله وكثير مبسوطين بهالشغله. فيعني خاصه اظن النقطه اللي طرحتيها لمحمد سابقا انه ليه بالفعل الناس يعني يصدقوا ويتبرعوا بصدقات في رمضان، هو اولا الاجر. يعني طبعا. معظم الناس بيحثوا على الأجر طبعا. في رمضان، لأنه العمل اللي تعمليه يساوي 7 أو أضعافها كثيرا. بس اللي بدي أقول إنه يعني الصحابة أو قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يدعو الله عز وجل أن يبلغهم رمضان 6 أشهر أو نصف السنة قبل أن يأتي رمضان، فعلينا أن كذلك يعني الحين الواحد ما بيعرف يعني أو يؤكد إنه الله حيبلغه رمضان، فلذلك المال الذي عندك يعني تصدق به قبل رمضان، والله سبحانه وتعالى يعني سيضعفك أضعافه ويعطيك شيئا آخر في رمضان تصدق به، إن كان وقتا تصدق به أو إن كان يعني مالا أو مجوهرات أو يعني أو حتى بالدعاء. فيعني بس هذا اللي بدي أقوله. نعم، يعني هو يمكن لأنه مناسبة رمضان هي شهر والكل يلتزم بهذه المناسبة، يعني هي يشترك بها الجميع لنقل، لذلك يكون الاهتمام في هذه الأمور أكبر. ولكن كما ذكرتي من الجميل أن يفكر دائما الإنسان بمن يحتاج، يعني حتى في أي شكل من أشكال المساعدة مادية أو غير مادية. ما رأيك محمد؟ طبعا زي ما انا كنت بقول في البدايه، هي مش مجرد المساعده الماديه اللي احنا بنحتاجها في رمضان، احنا بنحتاج من اوقات الفولنتيرز او الناس المتطوعين، وبنحتاج من اوقاتهم وبنحتاج من خبراتهم، وبنجد الحمد لله هم عندهم وعي. يمكن الحمد لله في السنوات اللي فاتت الواحد حس ان في وعي ان الصدقه مش مجرد الواحد يطلع فلوس، لا ده الواحد يطلع من وقته ويطلع من مجهوده ويطلع من خبرته، فالحمد لله ان احنا بنلاقي الموضوع ده. نعم. وربما هاي من الامور المهمه اللي لفتت انتباهنا في دول الغرب، انه مساله العمل التطوعي مساله مهمه لدى الناس، يمكن تربوا عليها منذ الصغر، يعني لا ترتبط بمناسبه معينه، يعني ما احوجنا الى يعني ان نهتم بهذه المساله ايضا. والله هي بتعتمد على الوعي بالنسبه للمتطوع، لان لو المتطوع عنده وعي بالمشاكل بتاعه المجتمع، التوجهات العامه في اهتمامات الناس، فبيقدر ان هو يشارك بناء عليها. خاصه ان احنا طبيعه حياتنا في الغرب زي ما انا قلت مختلفه عن طبيعه دولنا العربيه، ما افتكرش مواضيع زي البيئه او الصحه بتاخد نفس الاهتمام اللي بتاخده اللي احنا نقدر نديه في الغرب. ويمكن احنا دورنا ان احنا نبين زي ما الاخت قالت ان احنا في موجودين في مجتمع احنا جزء منه، ما احناش مجرد ان احنا بنحاول نأثر فيه عن بعد، وعشان نبقى جزء منه لازم نتفاعل معاه ايجابيا. يعني
أنا أشكركم كثير محمد المصداح وأيضا سمرة سعيد، شكرا وكل عام وأنتم بخير مرة ثانية. رمضان كريم، طولنا عليكم شوية. شكرا كثير لكم. شكرا لكم مشاهدينا، نبقى الآن مع باقي فقرات برنامج في رحاب رمضان. كل التحية، صيام مقبول وأفطار شهي.